هل الناس دي هتسيب سوريا كده؟ ده واحد، نضفت وهتبدأ بقى تقوم نفسها. اتنين، سوريا كان قبل ما بيسموها بقى الربيع العربي اللي انا بسميه الخريف العربي، يا رب ما يرجع تاني، كان بدأ تطلع بترول. وخد بالك المنطقة بتاعت البترول بتاعت البحر المتوسط، مصر، اسرائيل، لبنان، سوريا. شوف من حكمة ربنا جاي عند سوريا وقفت، تركيا لا، ربنا فوق. تمام؟ فسوريا النهارده متوقع لها في الفترة اللي جاية بوتنشال ان هيبقى عندها بترول وغاز، وغاز طبعا، وبالتالي استقرار، وهتبدأ تقوم نفسها. وكنا كلنا متوقعين ان بقى تحصل انتخابات وبتاع والدنيا تتلم بقى خلاص. فلازم يتعمل حاجة. فجأة اتقال والله ده في السوريين استخدموا ضربة كيماوية في الغوطة. فبالتالي طبعا الدنيا هاجت وبتاع، وراحت طلع اول حاجة اسرائيل ضحت ضربة اكبر مطار في سوريا. لا سألت حد ولا قالت لحد، وبضربة مفاجأة وتدمر مطار كيفور. وبالتالي طب حتى لدرجة ان في حوالي 7 من اللي هم من ايرانيين كانوا موجودين جوه المطار اللي هم القتلى. ده المطار الاقرب لاسرائيل؟ لا لاسرائيل. تمام. واسرائيل ضربته بالطيارات F-15 من فوق لبنان. تمام، من فوق لبنان طلعت فوق ضربت صواريخ. النهارده التكنولوجيا يا حمدي بقت خطيره، بنسميها احنا في الجيش فاير اند فورجيت، يعني نشن بيطلع البيم من عندك شعاع كده زي اللي بيتشاف في السماء اخضر على الهدف، طو ما لقط الهدف بيضرب الصاروخ يركب الشعاع ده والطياره تمشي، ايش دعوه بيه، هو هيوصل. ده ساعات فيهم اهداف بتتحرك الشعاع ماشي وراه ويجيبه، بنسميه فاير اند فورجيت، اضرب وانسى خلاص. فبالتالي طبعا الناس الاوروبا والغرب وامريكا مش عايزين الامور تهدى، مش عايزين سوريا تهدى. اوروبا والغرب لا يريد هدوء سوريا. بس عندي سؤال، هل تاكد وتم توثيق الضربه الكيماويه في الغوطه؟ لا طبعا طبعا، ما هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. هي دي المشكله. طيب نشوف الخريطه بتاعت سوريا عشان بس نقول للسادة المشاهدين، هما 3-4 خرائط في البداية بس عشان تبقى المشاهدين رقم معنا. كم يا فندم؟ ايه؟ خريطة رقم؟ لا رقم 2، اللي هي خريطة بتاعت سوريا. رقم 2 يا فندم. بتاعت سوريا. عشان نشوف سوريا، دي خريطة سوريا. تمام؟ وهنلاقي فيه بالأحمر مينا اسمه طرطوس. مينا طرطوس ده هي قاعدة. هو شهير جدا. طبعا شهير. هو قاعدة روسية. مظبوط. موجودة في سوريا. خلاص؟ ده منذ زمن الزمن. منذ زمن. خلاص؟ هنشوف الخريطة اللي بعديها، هي برضو سوريا. ولكن لم يحدث في التاريخ يا حمدي أن دولة فيها 4-5 عناصر عسكرية، 4 عناصر عسكرية من دول أخرى، 5. بمعنى. بص النهاردة روسيا لها قوات موجودة وقوات مقاتلة ولها قاعدة بحرية في طرطوس فيها قوات البحرية. خلاص؟ أمريكا لها قوات عسكرية مقاتلة في الشمال طلع من ايام اوباما، يبقى دي تاني دولة. تالت دولة تركيا محتلة شمال سوريا، وهنقولها بعد شوية، المنطقة الكردية في عفرين. خلاص ادي الدولة مين؟ التالتة. الرابعة اسرائيل لسه ضربة امبارح. الخامسة ايران وحزب الله. ما فيش دولة في التاريخ من ايام حرب طروادة ان في دولة كان محتلها 5 دول بقوات عسكرية. نشيل الخريطه خلاص. خلاص. اذا بالتالي يا حمدي الموقع موقف صعب. تخيل انت في دوله فيها 5 عناصر من كل فيلم عميق. فعشان كده احنا بنشفق على سوريا باللي فيه، علاوه طبعا على الجيش السوري الحر الوطني، وهناك ما يقال الجيش المعارضه. في دلائل حصلت الفتره اللي فاتت. اول حاجه لقينا ترامب كان طالع جولة في أمريكا الجنوبية لغاها. وزير الدفاع كان طالع في كذا جولات داخل الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكي طبعا، بالتالي لغى. ولأول مرة تحصل إن رئيس في العالم يقول على تويتر، طلع تويتر، أنا هضرب بكرة الصبح الدولة دي بالصواريخ. والصواريخ الذكية وهتشوف.
طبعا كل المحللين النهارده الصبح في امريكا احنا شفنا كل الكلام بينتقدوا، مش مصدقين ان الرئيس يطلع يقول تويت انا هضرب. ليه؟ اولا نمره واحد، فقدت امريكا المفاجاه. يعني اسرائيل لما ضربت اول امبارح من 3 ايام فجاه الصبح لقوا الفجر داخله المطار متدمر.